جميل بوترد والنقابة العامة لسيادة مصر. طبعا احنا كلنا كأعضاء نقابة ملتزمين بقرارات الجمعية العمومية 28/12 وملتزمين بقرارات المجلس، وهي أن رفض القانون الصادر من رئاسة الجمهورية بخصوص الحوافز وهو ليس كادر، والمرفوع من وزيرة الصحة والتي رفعت وزارة الصحة بتعجل بسبب عدم انتظارها لورود الموافقة للمجلس الأعلى للجامعات، بأن بالنسبة لكلية الصيدلة تعتمد كخمس سنوات زي السنة التدريبية، وهذا مما يتيح لها أنها تعتمد كطب الأسنان. طبعا احنا ليه رافضين قانون الحوافز؟ لأن قانون الكادر كان أكثر عدلا وكان أكثر إنصافا بالنسبة للمنظومة الطبية كأطباء كصيادلة كأسنان. طبعا احنا مش بنطالب الدولة بالكثير، ولكن نطالب مثل الآخرين بالحد الأدنى الذي لا يقل عن 1200 جنيه، وهذا ليس بكثير على الصيادلة أو الأطباء، وهذا كان يمنحه قانون الكادر بعكس قانون الحافز الذي يمنح بناء على التقييم 90% 80% وهكذا. ونحن لا نخضع للأهواء، إنما نريد عيشة كريمة وحياة كريمة للصيادلة والأطباء. وطبعا احنا كنقاب الصيادلة كانت قرارات المجلس واضحة وهو اعتصام بعد المؤتمر الصحفي يوم الأحد، وذلك للمطالبة مراجعة قانون الذي صدر على عجل وصدر على عجالة. لماذا لا نعلم؟ لماذا لم تنتظر وزارة الصحة تقرير المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة لإضراب يوم الأربعاء 12، إضراب يوم 19، إضراب يوم 26 الذي سيكون شاملا الصيدلات الأهلية، وسيكون شاملا الإضراب الحكومي. الحكوميين يعانون أشد المعاناة في كثير من النواحي الإدارية وعدم الترقيات وعدم وجود الترقي للمناصب العليا. الصيادلة الأحرار أو الصيادلات الخاصة تعاني من الضرائب، تعاني من هامش الربح، تعاني من الاكسباير. اقتصاديات الصيدليات تنهار بسبب أن وجود خسائر عالية بالنسبة للإكسباير، وهذا يدمر اقتصاديات الصيدليات فتدان الصيدليات. طبعا رفع هامش الربح، لأننا نعاني بتضخم منذ 28 عاما لم ترتفع الأسعار، حصل تضخم في الأسعار بالنسبة للمعيشة 120% وشهادة من البنك المركزي.